وقت اتطلع على السما واتفرج على النجوم بحس إنك شايفني وعم تسمعني، عم تسمع كل شي عم بحكي حتى لو كان جوات قلبي. معناته لما أنا وصلت لعندك كنتي متذكرة أبوك، لهيك كنتي عم تبكي، وأنا مفكرة إنك منهارة ومتضايقة ومزعوجة، وأنا رحت سمعتك كتير حكي. أنا معقول ما كنت شايفة منيح؟ معقول؟ معقول كنت عامية لهي الدرجة ولا حسيت إني غلطانة؟ معقول ما انتبهت على أخي شو عم يعمل؟ وابنه شانتي كمان؟ أسفة يا بنتي كتير. لا لا حماتي ما تعتذري، انتي كنتي على طول بتفكري بمصلحتنا وما بتحبي يكون في خلافات، لهيك لا تتضايقي. انتي ما انتبهتي لأنه قلبك طيب، هي هي كل القصة. كيف بده يكون قلبي طيب؟ لو قلبي طيب ما كنت ظنيت فيك وسمعتك كلام بيجرح كتير. لك أنا كل هالسنين كنت عم حاول صلح رابطتي بأخي لأني مفكرته سندي وبيحبني، ما بعرف كيف فجأة صرت أنانية، ومن ورا هالأنانية زوجت إيشا لابن أخي شانتي كمان. أنتي حاولتي أكثر من مرة أنك تخبريني الحقيقة بس كنت مصرة أني ما أسمع. ورامان كل هالسنين هدول هو مخبي هالهم بقلبه وما خبر حدا، وأنا كنت ما عم فكر، كنت عمية. لك أنت كل مرة كنت تنقذي هالعائلة من المشاكل وأنا كنت لومك وطلعك أنت السبب وأجرحك بالكلام على طول، وفوقها حاولت طلعك من البيت. كيف بدأ يكون قلبي طيب؟ كيف عن جد بدأ يكون قلبي طيب وأنا طلع مني كل هاي الشغلات؟ رجاءً سامحيني، أنا بعترف بغلطي وآسفة على الكلام اللي كنت أحكي بحقك، بترجاكي سامحيني. يا بنتي ما اشتركوني. حماتي شو هذا الحكي اللي عم تحكي؟ أنتي مثل أمي. إيه ما رح كذب عليكي، بس إيه كلامك كان قاسي كتير علي، وكنت أحياناً ما أتحمل وانقهر منه كتير وأبكي كمان، بس من جوا قلبك طيب وطبيعي أحياناً ما تتحمليني. ما فهمت. ما بعرف كيف بدي احكي لك واشرح لك. طيب انا رح كون واضحه، بعرف مو مصدقه يجي حفيدك على هالدنيا وتحمليه بين ايديك ويمكن تحبيه اكثر من ميت حتى، واكيد رح تحبيه.